ولنقاش أصداء هذه الوثيقة يحضر معنا في استوديو العراق اليوم الباحث والكاتب السياسي الدكتور فارس خطاب. أهلا بكم دكتور. مرحبا بكم دكتور. كيف يفسر توقيت الإعلان عن هذه الوثيقة بعد قرابة الشهرين على تظاهر الشعب العراقي ومطالبها الواضحة بإقصاء كل هذه الجهات التي اجتمعت وأعلنت عن هذه الوثيقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة نحن أمام يعني إذا كان هذا خبر فهو خبر محزن ومؤسف. نحن أمام حالة انسداد كامل. يبدو أن الطرف الآخر طرف النظام لا يريد لا يستوعب الواقع بما هو بثقلة بألم بدماء بمرارته بالمطالب التي يطالب بها الناس كل الناس. نحن لا نتحدث عن تظاهرة بسيطة تقع هنا أو هناك، إنما الشعب كله خرج. وصلنا إلى حالة قريبة من العصيان المدني، الشلل التام، الإضرابات في كل مرافق الدولة، توقف إنتاج النفط في خور الزبير اليوم أو شيء من هذا. يعني كل هذا أولا لا توجد نية لقراءة الواقع، ثانيا يوجد إصرار كبير جدا على البقاء في مواقعهم كلهم. حضرتك تسألين عن توقيت صدور هذا القرار أو الاجتماع بعد شهرين أو كذا قرابة الشهرين، لكن أنا أشير إلى توقيت آخر بعد ظهور تسريبات نيويورك تايمز اللي تشير إلى نصف هؤلاء أو أكثر هؤلاء الموجودين الآن في الاجتماع بأنهم عملاء لدولة أجنبية. بغض النظر دولة أجنبية، هذه المعلومات أتت من كيبل، من سفارة أجنبية، عن طريق مخابرات، عن طريق كذا. فبالتالي يجتمع هؤلاء اللي وردت أسماءهم في هذا التوقيت يجتمعون كي يقدموا للشعب العراقي مطالب الإصلاح أو ترقيع أو علاج. يعني هذا حقيقة ماذا نقول عنه؟ هل هو يعني عقم في التفكير؟ هل هو انعدام للرؤية؟ هل هو سفاهة؟ وهو صلف، حقيقة صلف، لأنه أنا أميل إلى ما قال التقرير، يعني إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وإلا على الأقل من وردت أسماءهم في تسريبات نيويورك تايم لا يظهرون، لا يشاركون لأي سبب، لعذر أو لشيء أو لكن أن يظهرون بعد يوم من هذه التسريبات، وكأنه يعني إما استخفاف بالعراقيين، استخفاف كما قال اليوم بيان اللجنة التنسيقية للتظاهرات، أنه هذا استخفاف بعقول العراقيين. وإلا ماذا نفسر هذا؟ هذا حقيقة شيء يدمي، وبالتالي أنا قلت وهذا خبر حزين، خبر سيء، لأنه يشير إلى أنه نحن أمام طريق مسدود، ويعني أنه الخطوة القادمة ستكون خطوة دموية ربما، أو خطوة يعني صعبة جدا. إذا حاولنا أن نفهم منطق الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي يتحدثون عنها، ماذا يريدون إنقاذ؟ ما الذي يريدونه؟ إنقاذ السياسة، إنقاذ الاقتصاد، أو إنقاذ مصالح محددة في هذه الفترة تحديدا؟ الأمر الثالث الذي ذكرته، إنقاذ أنفسهم، إنقاذ العملية السياسية، إنقاذ هذه السفينة التي تقلهم وتقل حمولتهم، فسادهم. هم يعني بشكل قاطع واضح جدا لا ينتبهون إلى مصالح الشعب العراقي ولا إلى العراق حتى، لأن العراق كما يعني أمس في التسريبات مدير الاستخبارات العسكرية هو عميل لإيران. يعني لك أن تتخيلي ما هذا النظام، ما هذه الدولة، ها؟ يعني شيء هذا يعني حتى ما موجود في أي حكومة ولا حكومة فيشي اللي قام الاحتلال في فرنسا. فنحن أمام حالة غريبة جدا، حالة غير مسبوقة. وبالتالي نعم، هم لا يريدون لا إنقاذ الاقتصاد ولا إنقاذ الوطن ولا إنقاذ الشعب العراقي ولا إنقاذ الثورة العراقية. هم يريدون إنقاذ العملية السياسية، لأن هاي العملية تحملهم ولا يحملوها، وتوفر لهم المال الحرام والسلاح الحرام. مباشرة بعد الإعلان عن تسريبات هذه الوثيقة التي لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي، خرج الطلاب وكذلك بعض المتظاهرين في الناصرية وأعلنوا رفضهم التام لها. كيف تفسر ردود الفعل السريع اليوم في الشارع العراقي؟ تفسر أولا
بأكثر من تفسير. التفسير الأول هو أن هذه الثورة، هؤلاء الثوار، هذه الجماهير لا تثق بكل ما يخرج من هؤلاء، وبالتالي أرد جاهز. يعني أنتم تقترحون هذه المقترحات، نحن لا نريدكم ولا نريد، لأنه المجرب لا يجرب. هؤلاء جربوا من قبل، ومعروفين للعراقيين أن هؤلاء يعني ليس عندهم أمانة ولا كلمة ولا شرف الوعد والتعهد، وبالتالي هذا الشيء الأول. الشيء الثاني أنه المتظاهرين على يقظة تامة، على وعي تام، درسوا ما في الأمر، وانتبهوا إلى أنه هذه مؤامرة كبيرة جدا على الثورة. الهدف من عندها إطالة عمر هذا النظام وسحب البساط من تحت أرجل الثورة، كسب الوقت، شراء الوقت، من أجل أن يحدث الزمن عمل في الثورات، أو هكذا كما هم يظنون. أصبحنا الآن نتابع بعض التصريحات التي تخرج للعلن من قبل النواب بعد صمت مطبق طيلة الفترة الماضية. أحد هؤلاء النواب من كتلة التغيير هشيار عبد الله قال بأن هذه الوثيقة لن تقدم العراق شيء ولن تأتي بجديد، وهي عاجزة على هذا الإصلاح الذي تحدثت عنه. كيف يمكننا قراءة مثل هذا التصريح؟ يعني هناك بعض النواب ممن يستشعرون الخطر، يستشعرون أنه الأمور وصلت إلى طريق مسدود، وربما البعض، أنا لا أقول عن هذا النائب حقيقة، لكن أقول في العراق هناك مشكلة كبيرة. يعني حتى من يتكلم أحيانا، ليس هذه قاعدة دائمة، حتى من يتكلم أحيانا لأنه حرم من الكعكة، يعني عندنا مشكلة، يعني حتى يعني أصبح من الصعب الدخول في قضية النوايا، بن حسن النوايا، يعني هناك من حرموا من الكعكة فتكلموا، لكن هناك من يستشعر الخطر، يستشعر أنه هذه السفينة على حمولتها باتت في وضع الغرق أو القابل للغرق، حتى لو امتد في عمر هذا النظام شيء من هذا، لكن الأمر واضح جدا. أنا أعتقد أنه هذا النظام يعيش أزمة كبيرة، ورعاة الإقليميين والدوليين حتى الولايات المتحدة الأمريكية تعيش أزمة، لأنهم لم يحسبوا حساب هذا النوع من الثورة. هذه ثورة جذرية أتت على كامل المفاهيم الموجودة والمألوفة في العراق، أتت عليها من الجذور وكنستها، وبالتالي هناك حيرة، هناك أزمة، هناك مشكلة. أعتقد أنه عندي قناعة، يعني قد لا أدعمها بدليل، لكن هذا حدث من عندي، أن هؤلاء الذين اجتمعوا ما اجتمعوا من طيب خاطرهم، ما اجتمعوا من ذاتهم، إنما ربما بتوجيه إقليمي وحتى ربما دولي، لأنه الآن شراء الوقت أصبح هو المسألة الأهم. يعني هناك ترتيبات، هناك طبخة تطبخ لكي يتخلصوا من هذه الثورة التي أصبحت يعني طلبات يعتبروها العدو، يعتبرها تعجيزية، لأنه إسقاط النظام، هذا النظام بذل على إنشاء جهود كبيرة، جهود دولية وإقليمية. يعني ما جرى في العراق، نؤكد دائما على هذا ولا نمل من تكرار هذا، ما جرى في العراق طيلة من 2003 حتى الآن مهندس هندسة جيدة، ومبرمج برمجة جيدة، وكان مقصود فيه أن ينتهي العراق إلى هذا الوضع، لكن الذي لم يحسب له حسابا، كما عندما أتوا للغزو عام 2003، عندما أتى الغزو الأمريكي لم يعتقد أن هناك مقاومة ستنشأ، نشأت المقاومة وتم قمعها بطريقة أو بأخرى. اليوم لم يتوقعوا بعد ترويج المخدرات، بعد إفساد المجتمع، بعد تدمير وحل كل الروابط وتفكيك العرى الاجتماعية، لم يحسبوا أن هذا الشباب يمكن أن يثور وأن يقدم هذه الطلبات الجذرية التي تعني كنس الاحتلال وكل ما جاء به. لذلك أعتقد أنه عملية شراء الوقت هذه عملية مبرمجة وتحظى ببعض التأييد من قوى وأطراف إقليمية وربما دولية. من متوقع إذن بالحديث عن ما أشرتم إليه عن خلط الأوراق، عن هذه الثورة التي أخلطت أوراق الجهات الأمريكية والإيرانية صراحة نقولها، ما هو المتوقع للعراق وللمنطقة أيضا بعد هذه الثورة؟ والله المتوقع شيء كبير جدا. هذا الشيء الكبير جدا ما هو؟ في حال نجاح الثورة، وهذا ممكن مثل ما لم يتوقع هذه الثورة بهذا الزخم، بهذا العنفوان،
كلنا لم نكن نتوقع، لا أحد يدعي البطولة ويقول أنا توقعت هذا. ها، مثل ما وقعت هذه الثورة بدون توقع من أحد، ها، ممكن أن تنجح الثورة، ولكن في حال أن الثورة المضادة والطرف الآخر نجح في قمع هذه الثورة، نحن أزاء وضع سيكون أشد خطورة وأشد قوة. بكلمة، العراق مقبل على أحداث كبيرة جدا، وهذه الأحداث الكبيرة جدا قد تكون مأساوية، قد تكون صعبة، لكن الغلبة في الأخير للعراقيين، وعندها سيكون العراق في وضع كبير جدا أيضا على حقيقته وعلى طبيعته. نأمل ذلك. شكرا جزيلا لكم دكتور فالح خطاب، ضيفنا في استوديو العراق اليوم، الكاتب والباحث السياسي. شكرا جزيلا لكم دكتور.